ونيجي بقى للجزء الثاني في محاضرة النهاردة وهو البرمجة. وفي الجزء ده احنا هناخد اساسيات اي لغة برمجة. كنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا ان الماتلاب بدأ باعتباره كأنه آلة حاسبة مثلا، وبعدين بدأ يتطور وحط اساسيات لغة البرمجة جواه، بدأ يتطور وياخد شكل لغة البرمجة. ايه هي اساسيات لغة البرمجة اللي احنا قلنا عليها في المحاضرة اللي فاتت دي؟ ده اللي احنا هندرسه دلوقتي، ومحتاجين ندرسه بتركيز مش عشان الامتحان، علشان اي لغه برمجه بعد كده انت هتاخدها تقدر تاخد فيها الاساسيات دي. لما تاخد فيجوال بيزك، لما تاخد سي جافا، اي لغه برمجه انت هتاخدها، اي لغه برمجه حتى هتدرسها او هتتعامل بيها بره الدراسه فيها الاساسيات دي بنفس الكونسبت ده، باختلاف الكتابه فقط، بس تبقى فهمت الكونسبت. فخلينا ندي مقدمه دلوقتي عن البرمجه قبل ما نخش في الاساسيات دي، ونسال الاول سؤال، هو يعني برنامج؟ او خلينا نستغل الجزء بتاع الرسم اللي احنا لسه واخدينه من شويه ده عشان نسأل سؤال تاني ممكن يكون حد فيكم سأله. السؤال بيقول يعني أنا كل ما أجي أحتاج أرسم الرسمة دي على الماتلاب لنفس الدالة دي هقوم منفذ السبع تمن أوامر دول، لازم أكون كاتبهم ورا بعض كده جوه الكوماند لاين زي ما احنا لسه كاتبينهم من شوية. هي أوامر بسيطة بس محتاجة تفكير. افرض إن أنا برسم الرسمة دي كتير مثلا، هل كل مرة هاجي أكتب نفس الأوامر دي كلها ورا بعضها؟ ما ينفعش إن أنا أحفظ الأوامر دي كلها ورا بعضها في مكان معين واقول له نفذهم بالترتيب، وكل ما اجي احتاج ارسم الرسمه دي انادي المكان ده فينفذهم بالترتيب فتطلع لي الرسمه دي مثلا. او سؤال تاني مثلا، انت دلوقتي غلطت وقلت من صفر لحد خمسه من غير الستيب في البدايه ورسمت على اساسها، افترض انت نفذت الاوامر دي كلها من غير ما تكون عدلت الستيب دي، بمعنى ادق يعني افترض ان انت غلطت في امر من الاوامر في الاول، الامر الاولاني والامر الثاني، غلطت مثلا بدل تي بلس 2 خليتها 3 تي بلس 1 مثلا بلس 20، فكل اللي جاي بعد كده ملوش لازمه لانه الاساس بتاع البلوت غلط، فهتضطر تعيد الاوامر دي كلها ورا بعضها من البدايه لانه الرسمه اختلفت مثلا. يعني كل ما اجي احتاج اغير حاجه في الاول هكتب الاوامر دي من جديد، لو انا كنت كاتبهم كلهم ورا بعضهم في مكان ما ممكن اعدل صح. فجي حد قال لك بكل بساطه طب ما تكتبهم في مكان معين، يعني خد ملف تكست كده، افتح ملف في النوت باد مثلا واكتب الاوامر دي ورا بعضها، وكل ما تحتاجها خدها كوبي بيست مثلا. هي طريقه بدائيه بس احنا هنعمل لها سبورت دلوقتي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا هروح على الماتلاب دلوقتي واقول له نيو سكريبت، ما تروحش بقى تكتب في النوت باد ولا حاجه، انت هتكتب جوه الماتلاب. نيو سكريبت يعني ايه؟ يعني مجموعه اوامر تتنفذ ورا بعضها، يعني نيو بروجرام يعني. البرنامج ممكن نعرفه بشيء من التبسيط المخل او بشيء من عدم التعميم يعني، ونقول ان هو مجموعه اوامر تتنفذ ورا بعضها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز الامر ده الاول يتنفذ اللي هو الامر ده كده، فاقوم واخده كوبي كده، واقوم واخد الامر ده كده كوبي بعده. طبعا انا ما باخدش دي كوبي لان انا مش محتاجها في حاجه، دي كده كده موجوده جوه الماتلاب يعني. واقوم واخد ده كوبي كده، واقوم واخد دول بقى المظبوطين اهمت مثلا كده. فحتى لما اخد كوبي لعلامتي الاكبر من كده كده الماتلاب بيشيلهم لي، فده شيء ظريف منه. وخلاص انا دلوقتي عايز انفذ البرنامج ده، ده برنامج خلاص. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيرسم الرسمه دي بس. البرنامج ده بيعمل ايه؟ لما اجي انفذه بيقوم ينفذ الامر ده الاول، وبعدين ينفذ الامر ده الثاني، وبعدين ينفذ الامر ده الثالث، الرابع، الخامس، السادس ورا بعض بالترتيب. طب انفذه ازاي؟ خلينا نجرب ونشوف. عايز اعمله رن، اجي اعمله رن من هنا كده بكل بساطه، بس عشان ده اول مره اعمله لازم يتسيف، لازم الملف ده يتحفظ في مكان. خلي بالك انا كده لسه عمال اكتب في الهواء، انا ما عملتش نيو تكست فايل وكتبت فيه، لا انا كده بكتب في الهواء، فلازم احفظ التكست فايل ده في مكان في الكرنت دايركتوري، في الكرنت فولدر اللي احنا قلنا عليه في اول محاضره، هنا يبان اهميته. واعمل له رن، ادي له اي اسم، وليكن مثلا ده انتايتل، ادي له اي اسم، ادي له مثلا بلوتينج مثلا، ادي له اي حاجه، وبعدين قول له سيف، هيقوم عامل سيف وبعدين يعمل رن. لما جه يعمل رن فين الرسمه؟ ما هي الرسمه موجوده في الويندو القديمه اللي كانت مفتوحه من شويه اللي هي دي. ازاي يا عم انت كده بتضحك عليا؟ طب ما نقفل الكلام ده كده ونشوف هتشتغل معايا تاني ولا لا. نعمل رن. لما تيجي تعمل رن دلوقتي مش هتعمل سيف بقى، لان انت سيفت قبل كده. تيجي تعمل رن كده هتلاقيه فتح لك الويندو بالشكل ده. افترض مثلا ان انت كنت غلطان مثلا في الاثنين دي وكنت عايزها تبقى 20 مثلا، فكده انت عدلتها وتقول له رن بكل بساطه، بدل ما تعيد بقى كتابه الاوامر من جديد تقول له رن كده عملها 20، اتغيرت هي مثلا بقى الرينج بقى مختلف. افترض مثلا ان انت عايز تخليها مور سموث. مور سموث يعني ايه؟ تخلي فيه نقط اكتر في الكيرف بحيث ان هو لما يجي يوصل ما بينهم بخطوط يبقى الكيرف سموث اكتر، فتخليها مثلا بدل ما تبقى الستيب 0.1 تخليها 0.01، فيبقى المسافه ما بين 0 و1 بدل ما كان بياخد فيها 10 او 11 نقطه هياخد فيها 100 او 101 نقطه. تعمل له ران كده، مور سموث حاجه بالشكل ده كده، تخليهم 501 نقطه.
عشان ارسم الكيرف، وهكذا بقى اي تعديل انت عايز تعدله. هنا بس انا محتاج اقول لك نقطتين نوتس كده على السريعه. اول نوت بتقول انه واخد بالك من العلامه الخضراء دي كده، بتقول لك انه مفيش اي ايرور مكتوب هنا. انت لو غلطت في اي كلمه مكتوبه هنا، وليكن مثلا ان انت نسيت تحط علامه الفي دي مثلا، شيلها كده هتلاقيه حاطط لك هنا علامه حمراء كده، معناها ان انت عندك ايرور، برنامج ما ينفعش يشتغل من غير ما تعدله. تلاقي مكانه هنا وتضغط عليه يجيب لك المكان ده، تقول له اه والله ده كنت ناسي علامه الفي هنا، فتلاقيه اخضر التاني كده. ممكن كمان تبقى لونها اصفر لو انت عامل حاجه بنسميها وورنينج، مش ايرور بقى، ان هو حاجه ينفع البرنامج يشتغل من غيرها بس مش هتبقى كويسه قوي يعني. فانت ممكن مثلا لو انت شلت علامه السيمي كولون دي تلاقيه هيشتغل عادي، بس عاملها لك اورنج كده، دي معناها وورنينج، اخضر واصفر واحمر زي اشارات المرور كده، فدي معناها وورنينج، البرنامج هيشتغل من غيره. بس كل المشكله ان هو هيطلع لك 501 قيمه اللي هي بتاعه الاس هنا كده. جينا نعمل ران اهو، بص ظهرهم 501 قيمه، 501 قيمه ظهروا. فبقول لك طب انت ليه شلت السيمي كولون هنا؟ هو انت شايلها بقصد؟ ممكن تكون شايلها بقصد عشان انت عايز تشوف القيم دي لاي غرض ما. لا والله ده انا نسيها، خلاص حط سيمي كولون هنا كده هتلاقيها اخضر التاني. طبعا السيمي كولون ما بتتحطش الاوامر دي، عشان كده مش مديلك عليها اي وورنينج. فيبدا يشوف التشيك ده وتلاقي العلامه الخضراء دي معناها ان الدنيا تمام. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه انه البدايه بتاعتك يفضل تكون على نظافه. يعني ايه؟ انت خدت بالك من شويه ان احنا ساعه لما جينا اول مره نشتغل جينا نرسم الكيرف، الكيرف اترسم في نفس الفيجر اللي فات وما ظهرش لينا، فحسينا ان في حاجه غلط. فيقول لك من ضمن الحاجات التي يفضل انت تعملها ان انت في اول امر خالص كده تقول له مثلا كلوز اول. امر كلوز اول ده معناه ايه؟ اقفل كل الفيجرز بتاعت البلوتس، بحيث انه البرنامج بتاعك ده لو هيرسم رسمه تترسم في فيجر جديد ما يحصلش اي مشاكل. يفضل كمان ان انت تقول له سي ال سي، سي ال سي عشان يمسح الكلام ده زي ما احنا خدنا المحاضره اللي فاتت. بمعنى مثلا ان انت دلوقتي افترض ان البرنامج بتاعك بيطلع لك الخارج ده اللي هو ال 501 قيمه دول، فانت دلوقتي الخارج بتاعك بدايته من هنا ولا بدايته كل اللي فوق دول؟ لا دول كانوا موجودين في حاجات قديمه. قال لك اه ماشي، يبقى انت كده عارف، انت كده مركز. طب ليه تتعب نفسك كل شويه تركز وتشوف بدايه الخارج بتاعك فين؟ تقعد تفرق ما بين الران اللي انت عاملها من شويه والران اللي انت لسه عاملها دلوقتي والران اللي كانت موجوده من ساعه فاتت؟ لا طب ما انت تعمل سي ال سي في البدايه بحيث انه يمسح الكلام ده، واي خارج يطلع من البرنامج يتحط هنا، لو ما فيش خارج هتبقى فاضي. ده حاجه ثانيه. يفضل كمان انه انت تدي على نظيف فيما يخص الفاريبلز، تقول له كلير كده. كلير يعني يمسح كل الفاريبلز الموجوده في الورك سبيس. طب يمسحهم ليه؟ بيقول لك والله عشان افترض مثلا انت نسيت الامر ده لاي سبب من الاسباب. افترض انت كتبت امر بياخد قيمه التي ويعوض فيها من غير ما تكون كاتب التي. يعني لو انت شلت تي كده، فبدل ما يديك ايرور ويقول لك انا مش عارف ايه هي التي، هياخد القيمه القديمه للتي اللي موجوده في الورك سبيس اللي انت ما مسحتهاش ويعوض بيها في الاس، فيطلع لك نتائج غلط، ما تبقاش عارف النتائج الغلط دي طالعه منين، تقعد تلف حوالين نفسك من غير ما توصل لحاجه. فبيقول لك لا، عشان كده يفضل ان انت تمسح جميع المتغيرات في الاول، ما انت تكون عايز عكس ذلك يعني، بحيث انه لو حصل موقف زي كده يديك ايرور مثلا، لانه لما الامر ده يتنفذ قبل الاس دي كلها هتبقى فاضيه، ويجي هنا يتنفذ يقول لك مثلا اه والله ده ما اعرفش التي فين. كويس؟ تقول له طبعا كنترول زد كده عشان ترجع كل حاجه زي كده. فدي ملحوظه بسيطه ان انت تحط كل الحاجات دي في بدايه اي برنامج بقى بصفه عامه هتكتبه، تحط التلات حاجات دول. طيب عملنا بقى التلات حاجات دول. افترض مثلا ان احنا عايزين نعمل داله الساين عاديه خالص، وليكن مثلا ساين تي عايزها من 0 لحد 2 باي، طبعا ما انساش علامه الفي، واقول له رن، هتلاقي ظهرت رسمه الساين بالشكل دوت، وهتلاقي الدنيا نظيفه اهوت، وهتلاقي الاس والتي جداد وكله تمام.